ملتقى كبير جدا، وطبيعة الموضوع تفرضه الظروف السياسية والأمنية في العالم العربي والإسلامي برمته، بحيث كما لا تعلمون أو أقول كما تعلمون من عباءة السلفية وأسفاه خرجت هذه الفرق المقاتلة هنا وهناك باسم الجهاد في سبيل الله وباسم الاعتماد على منهج السلف في فهم الدين وفي فهم النصوص وفي تطبيق هذه النصوص وفهمها. لذلك أرطأ المجلس العلمي الأعلى أن يجمع خيرة علماء المغرب من أجل التباحث في هذا الموضوع العظيم، ومن أجل الخروج بالمفهوم الحقيقي لمصطلح السلفية وبالمضمون الحقيقي لمصطلح السلفية، حتى يعلم من لا يعلم أن السلفية إنما تعني السواد الأعظم من الأمة، كما قرر ذلك كثير من الأئمة ومن علماء الأمة. السلفية إذن هي السواد الأعظم من الأمة، ويخرج منها أو تخرج منها الأقليات البدعية الموغلة في البدع المعروفة مثل الشيعة والخوارج وما إلى ذلك. لكن لا ينبغي أن تبقى المعاني السلفية ضيقة في بعض الجزئيات من الالتزام الإسلامي في الثياب، في النظر إلى المرأة، في التعاطي في تعاطي للعبادات على نسق معين. لا ينبغي أن تبقى السلفية أو لا ينبغي أن تفهم السلفية على أنها الخصم والعدو اللدود لكل ما هو تصوف ولكل ما هو صوفية. فلذلك لابد الآن من الرجوع إلى الينبوع الصافي لهذا المدلول الذي هو السلفية، حتى يفهم الناس جميعا، لأن العلماء الآن في القاعة يفهمون بكل تأكيد، وجاءوا إلى الندوة وهم يفهمون ويعلمون هذه القضايا بدون شك. ولكن يعني كيف نستجمع القوة من أجل إيصال هذه المفاهيم إلى عامة الناس وإلى عامة الشعب، حتى يستنير الناس بمفاهيم العلم وتوجيهات العلماء، باعتبار أن السلفية هي اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المحجة البيضاء ليلها كنهارها، واتباع منهجه القويم المبني على أنه منهج أتى لرب الناس على الأخلاق الفاضلة، واعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والسلف الحقيقي هو الذي يتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي هذه الندوة لإبراز أن السلف الحقيقي التمسك بثوابت هذه الأمة، الأمارات المؤمنين والعقيدة الأشعرية والفقه المالكي والتصوف السني الجنيدي السلوكي، ومن أجل تأطير الشباب للعدم الانجراف في كل ما هو بعيد عن حقيقة الإسلام، الإسلام الوسطية والاعتدال، وأن الإسلام الحقيقي ومجموع في الرحمة المهداة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيعني السلف الحقيقية هو أننا نتمسك بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعني المنهج المبني على الأخلاق وعلى الرحمة فيما بين المسلمين وبين الآخر.